بيبقى فيه هاجس دايما بيقلق كل الناس وبيعمل تخوف شديد جدا وبيخلينا شوية مترددين واحنا رايحين عند طبيب الأسنان، وهو مشكلة التعقيم. خاصة ان مشكلة التعقيم ممكن انا اكون رايح بمشكلة صغيرة في الأسنان اطلع من عند دكتور الأسنان بمشاكل صحية معرفش اتعامل معاها معرفش اعالجها. هتكلمنا عن التشخيص وعن التعقيم، وخاصة تعقيم الأدوات اللي بيستخدمها طبيب الأسنان. عايزين نطمن السادة المشاهدين. أكيد يا دكتور، والله يعني هو مشكلة التعقيم دي كمان كانت من أسباب انتشار فيروس سي أصلا في مصر، اللي يعني حاليا خلاص الحمد لله اتخلصنا منه. المشكلة كلها إن دي حاجة بترجع بنسبة كبيرة لضمير الدكتور اللي شغال. يعني أنت كمريض أنت مش عارف الحاجة دي متعقمة أو مش متعقمة، بس في حاجات إحنا بنبص عليها اول لما بندخل العياده. يعني مثلا المكان عامه، النظافه بتاعه المكان عامه، ده مؤشر ان المكان هنا بيهتم بالتعقيم ولا لا. في اماكن معينه هنا في مصر بتخلي المكان بتاع التعقيم مفتوح، يعني شفتها في مصر وشفتها بره مصر. عندنا في العياده مثلا مكان التعقيم مفتوح، اللي عايز يبص عليه بيبص عليه، مفيش اي مشاكل. دي حاجه بتدي شويه طمانينه للمريض وهو داخل. طبعا الادوات كلها اللي نستخدمها لازم تكون خارجه من اكياس التعقيم، لان الكيس ده دايما اساسا طول ما هو مقفول خلاص هو بيحمي الحاجه من ان هي تتعرض للجو، ان هي تتعرض للبكتيريا اللي موجوده في الجو والكلام ده كله، فبيحمي شويه بيحافظ على التعقيم. التعقيم ده ليه مده، يعني احنا ما بنسيبش الكيس مثلا يفضل مقفول شهرين ثلاثه، يعني اقصى حاجه اسبوعين، والمفروض ان احنا بنعيد التعقيم تاني، بننظف تاني ونعيد التعقيم تاني. ما ينفعش مثلا ان احنا نستخدم ادوات عليها دم، حتى لو هي خارجه من قدامي من جهاز التعقيم بس عليها نقطه دم، دي بتخلي البكتيريا نفسها ما تتأثرش بأي جهاز بالتعقيم. يعني التعقيم نفسه بخار درجة حرارته عالية وضغط عالي، لو في السطح ده البكتيريا معرضة على السطح للعوامل الخارجية دي البكتيريا بتموت، غير كده لأ. لو هي جوه نقطة دم مش هيحصل لها أي حاجة، هتفضل موجودة زي ما هي حتى لو هي خارجة قدام حضرتك من جهاز التعقيم. طب لو حبينا يا دكتور نقول يعني إزاي نخلي في آلية، طبعا المريض ما هيبقاش عارف بالظبط هل الادوات دي معقمه ولا لا، هل في اليه رقابيه على العيادات بتضمن صحه وسلامه الادوات اللي بيستخدمها الطبيب؟ هو المفروض العلاج الحر بيمر على العيادات بشكل دوري وشكل منتظم، بحيث ان هو يضمن ان كل الاجهزه اللي موجوده مطابقه للمواصفات العمليه، لان هي التعقيم مش بس جهاز. يعني انا ممكن يكون عندي جهاز التعقيم احدث جهاز تعقيم، بس انا ما مش ماشي بشكل علمي، مش بعمل الخطوات المطلوبه، فالجهاز نفسه مش هو اللي بيقوم بعمليه التعقيم. الجهاز ده اللي هو الاوتوكلاف ولا جهاز الاوتوكلاف؟ ده في انواع منه، يعني في النوع اللي هو المفروض لكل العيادات، يعني احسن حاجه ان هو يكون كلاس بي، ده اللي بيعقم جوه الاكياس. في نوع تاني اللي هو كلاس ان، ده لازم يتعقم الادوات تتعقم من غير اكياس، بعد كده بتتشال بادوات معقمه، بتتشال يعني ايدك تكون نظيفه بتشيلها بتحطها في باوتش لحد ما تستخدم في نفس الوقت. طب واحنا خلينا نكون عمليين، يعني مع ضغط الـ 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 يعني المرضى على عياده الطبيب، هيعقم كل الاجهزه بصفه مستمره ولا بيتعامل ازاي بحيث انه يضمن انه يتعامل مع ضغط عدد المرضى اللي موجودين في العياده مع يعني سلامه الادوات المستخدمه؟ هو زي ما حضرتك قلت، هو احنا يعني في حاجه زي كده مثلا، في ساعات بيبقى في اوفرلود على العياده، ففي بيبقى في ادوات تشخيص بلاستيك ديسبوزابل، يعني هي بتستخدم المريض واحد وبتترمي، فخلاص انا شخصت المريض بتاعي وخلاص ما عنديش ادوات تانية. اهم حاجه بالنسبه لي اشخص المريض، شخصته خلاص الادوات دي خلاص هتترمي. ما ينفعش ان استخدم له حاجه تانية مش معقمه ايا كان السبب، يعني حتى لو انا همشي العيان بتاعي واقول له انا النهارده مش هقدر اشتغل لك بسبب ان مفيش تعقيم، اعتقد ان ده احسن من ان انا اقول للعيان انا هشتغل لك دلوقتي بس بعد شويه اجيب لك فيروس سي او اجيب لك. هو ده طبعا تانية افضل، ولكن مع عيان الاسنان بالذات بيبقى جاي وهو مستسلم تماما، وللاسف عيان الاسنان ما بيروحش يعمل علاج لاسنانه الا في المراحل الاخيره. يعني ثقافتنا لسه يعني شوية مش مرتبطة بأننا نعمل الـ الوقاية والعناية عشان ما نوصلش للمرحلة المتأخرة.